يا دمعة الحوراء سلي على قبر الحسين، يا دمعة يديك فوق شباب سلي على قبر الحسين، ارفع شباب حسينا 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 وحسينا حسينا 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 صيح بعد حسينا عشاقك في يوم الأربعين هل وعدت وقبل يجذب الحنين شحال هاللي من كتب في دفترك اسم والله شلون حاله يا حسين شوف عشاقك في يومي أربعين هل وعدت أقبل ويجدد هالحنين شحال هاللي من كتب في دفترك اسمه جابر كلنا نشتاق الزيارة ننتظر هاليوم في شوقي وحرارة والله لا في كل سنة نوصل ضريحك تبقى تتوجر في مهجتنا شرارة تتوجر في مهجتنا شر جبر عيونك خفيفة جاك طوف لهفتها وشوق وحنينة ظل يشوف لامس ترابك وصلى حضرتك واحنا نبصر مشهدك فنعوف مثل ما ناشدك جابر وانت ثاوي جاوب قلبك وصار الصوت داوي لو مع المشاية نزحف ما نبالي وانت يا مولاي تحسب هالخطاوي وانت يا مولاي تحسب جابر عيونك خفيفة جاك طوف لهفته وشوق وحنينة ظل يشوف لامس
نسيت رابك وصلى بحضرتك واحنا نبصر مشهدك فنعو مثل ما ناشدك جابر وانت ثاوي جواب قلبك وصار الصوت داوي لو مع المشاية نزحف ما نبالي لو مع المشاية نزحف ما نبالي لو مع المشاية نزحف ما نبالي وانت يا مولاي تحسب هل بعد بعد وانت يا مام هادري تسمعنا يا مولانا ندري ما خيب لدعوانا ورخي صاع عندك الدمعة تنحسب يا حسين ويانا أدري تسمعنا يا مولانا ندري ما خيف لدعوانا مرخي صاع عندك الدمعة تنحسب يا حسين ويانا ما نسينا بالفضل صاحب الراية نسينا غيرته وقربته ومايا من عايد قمت النكس الهامة نزورك لازم نزور مشايا مثل ما استقبل إلى العيلة جابري وظلمت معي سيلة جينا نستقبلك يا الوالي بضريح حق هذه الليلة ما نسينا القاسم ولا علي الأكبر ما نسينا للرضيع اللي تطبر ما نسينا جملة انصارك يا غالي واكتب الزوار يا الوالي بالدفتر واكتب واكتب الزوار يا وإن ما حضرتك يا الولي لي العذور جيت اعتذر واكتم الجروح في هالمواقف جيت الصدور دمعي يخور ما تمك ضريح وإن ما حضرتك يا الولي لي العذور جيت اعتذر واكتب الجروح المواكب جيت وعلقم للصدر دمعي يخور ما دمك بريح ترى هالشعاير في كل الضماير وحزن اربعينك يا ابو اليم حاضر خذ يلتي سافر رسالة مشاعر في شوق الزيارة ترى كل جابر في شوق الزيارة ترى وعلي عندي إلى الزاير رسالة من يوصل كربلاء يوصف الحالة خبرك إني أبد لا ما نسيتك وقبل أشواقي ودمعات المسار أبو علي عندي إلى الزاير رسالة من يوصل كربلاء يوصف الحالة خبرك إني أبد لا ما نسيتك وقبل أشواقي ودمعات المسالة أول ما حضرتك يا الولي لي العذور جيت اعتذر واكتم الجروح هالمواكب جيت وألطم على الصدر ومعي يخور ما تمك ضريح حضرتك يا الولي لي العذور جيت اعتذر واكتب الجروح في هالمواكب جيت وألطم على الصدر دمعي
أي خور ما دمك ضريح ترى هالشعاير في كل الضماير وحسن أربع عينك يا بول يما حاضر وخذ يلتي سافر رسالة مشاعر بشوق الزيارة ترى كلنا جابر بشوق الزيارة وعلي عندي إلى الزاير رسالة وعلي عندي إلى الزاير رسالة من يوصل كربلا يوصف الحالة خبرك إني أبد لا ما نسيتك وقبل أشواقي ودمعات المسالة مجوري واتقب أشواقي ودمعات وقبل أشواقي ودمعات المسالة يوم 20 صفر يوم الزيارة.